وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بسرعة إعداد مقر التدريب عن بعد ومركز الحاسب الآلي للتدريب بمحافظتي قنا. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف ومحافظ قنا أشرف غريب الداوودي مقر إدارة الدعوة الإلكترونية في مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي. وتم افتتاح 5 مساجد جديدة بالمحافظة إضافة إلى عدد من المساجد الجديدة بمحافظة الأقصر في إطار مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة مبادرة رئيس بالتنمية في قرى محافظة الجمهورية واستحقاق مواطن لحياة كريمة مرضية. ومحافظات الوجه القبلي تحظى بالنصيب الأكبر في مشروع تطوير الريف المصري. وفي السياق يأتي افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالأقصر ولقنا 5 مساجد جديدة تفتتح بمناسبة العيد القومي. العيد القومي لمحافظة قنا يرتبط بملحمة وطنية في وجه الاستعمار الغاشم. لم يكن أهالي قنا فيها أوفر سلاحا ولا عدة ولا عتادا، ولكنهم كانوا أعظم إيمانا بالله وبهذا الوطن، فسطروا ملحمة عظيمة. فكل التحية والتقدير لأهالي قنا في عيدهم القومي. 1 من 950 مسجد تم افتتاحه من سبتمبر الماضي، ولسه في مزيد ان شاء الله. ودي سياسة الدولة والاهتمام، زي ما فضلت برضو اكرر كلامه مرة تانية، الاهتمام بالصعيد وقرى الصعيد. واحنا بنقول دي تتزامن مع تطوير قرى صعيد مصر وقرى مصر، مبادرة فخامة الرئيس لاطلاقها في المرحلة الاولى ل 1500 قرية. احنا عندنا اول حاجة بدأنا في المرحلة الاولى ب 12 قرية، ثم ازدادوا ل 32 قرية، وانتهينا من هذه المرحلة الاولى وبدأنا في تنمية الريف المصري. طبعا المبادرة بتشمل كل قرى مصر، ولكن في المرحلة الأولى في تنمية الريف المصري عندنا في محافظة قنا 5 مراكز في المرحلة الأولى، هينتهوا إن شاء الله في خلال عام، ثم نبدأ المرحلة الثانية والثالثة، وبكده يبقى كل قرى محافظة قنا دخلت في هذه المبادرة. مساجد أقيمت بالجهود الذاتية تحت إشراف الأوقاف دلالة على مدى التعاون والوقوف جنبا إلى جنب مع القطاعات المعنية بالتنمية في الأماكن الأكثر احتياجا. الدلالة واضحة على أن هناك أن الدولة ماضية قدما نحو بناء وإعمار المساجد، تقيم دعوة الله عز وجل، تقيم البنية ونهتم بالساجد قبل المساجد. هذا المسجد أنشئ بالجهود الذاتية وتكلفته فوق مليون ونصف، ويضم هذا المسجد مصلى للنساء وبه مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. وبينما يتصدى العالم لجائحة كورونا، التكنولوجيا الرقمية في مواجهة التهديد، الأوقاف تفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم حتى لا يتخلى أحد عن ركب التكنولوجيا. تم تدشين عمل فريد من نوعه على مستوى الجمهورية، وهو الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي للتعليم والتواصل والثقافة عن بعد. تطوير وبناء، سعي الدولة المصرية في الارتقاء بالمعيشة الإنسانية. من افتتاحات مساجد جديدة بمحافظة الأقصر إلى افتتاحات بمحافظة قنا، صعيد مصر يحظى بتنمية تصاعدية ملموسة في ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. من محافظة قنا، وليد هيكل، التلفزيون المصري.